أغبى 10 طرق مات بها الناس بالفعل. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في فيديو جديد من قناة عالم المعرفة. سيلفي مع قنبلة. هنالك العديد من الأشياء التي يجب ألا تلعب بها، خاصة الأشياء التي تحدث انفجارا كبيرا كالقنابل. وهذا ما حدث لشابان كان مسافرين في روسيا، حيث وجدا قنبلة يدوية حية لم تنفجر بعد. كان وتد هذه القنبلة منزوعا بالفعل، وهذا يعني بأن هذه القنبلة على أهبة الانفجار في أي لحظة. ربما يعود سبب وراء عدم انفجارها هو خطأ في تركيبها، وقد يبدو أنه من العادي أخذها، ولكن العكس صحيح، بل يجعلها هذا أكثر خطرا. ولسوء حظ الرجلين لم يكونا يعلمان بهذه المعلومات، وقررا أخذ سيلفي مع القنبلة. وبالفعل لم ينجو من التجربة، وانفجرت القنبلة أثناء عملية التصوير. على الرغم من موت الرجلين إلا أن هاتف أحدهما نجا من الانفجار، واعتبر كدليل للقضية. تعتبر هذه القضية واحدة فقط من بين الكثير من الحالات المشابهة، حيث حذرت الحكومة الروسية من عدم الاستخفاف من استعمال الأدوات الخطرة لتصوير سيلفي، فقط لأنها تبدو مثيرة، وخاصة الأسلحة المحشوة. مايكل جودوين. حكم على مايكل في البداية بالإعدام سحقا، ولكن طرأ تغيير في الحكم لاحقا ليحكم عليه بالسجن المؤبد، وكان كل شيء على ما يرام في زنزانته. إلا أنه في أحد الأيام أدرك أن هناك خطب ما في تلفازه، فقام بفحصه واكتشف أن الخلل يكمن في أحد الأسلاك. وبعد إدراك ما عليه فعله، لم يجد مايكل أي خيار آخر سوى أن يقطع السلك بأسنانه، وهذا أغبى ما يمكنه أي إنسان أن يقوم به. لم يكن هذا فقط السبب وراء وفاته، بل أنه أثناء قيامه بهذه العملية كان مايكل جالسا على مرحاض معدني والذي نقل الشحنات الكهربائية بسرعة في كل أنحاء جسده. انتهى الأمر به ميتا كما حكم عليه في البداية، لكن غباءه أعاده إلى قدره الصحيح. قاتل النحل. في عام 2002 كان هنالك مزارع برازيلي يتجول على أرضه عندما اكتشف خلية نحل في انتظاره. قد يكون النحل مميتا باعتبار نوعه وردة فعل الشخص إلى لدغاتهم المؤلمة، ولهذا عادة ما يرتدي مربو النحل بدلات خاصة عند تعاملهم مع هذه المخلوقات. علم المزارع أنه إذا أراد التخلص من الخلية فعليه حماية نفسه من لدغات النحل، ومن ثم استعمال النار للتخلص منهم، وكانت هذه فكرة جيدة، واستعد لمواجهة النحل. لكن خطته في حماية نفسه هو ارتداء كيس بلاستيكي على رأسه وعقده جيدا، رغم أن الكيس لن يوقف النحل من اللدغ. إلا أن الأمور توجهت إلى الأسوأ، لأن المزارع نسي أنه عليه التنفس ولم يضع ثقوبا لعبور الهواء، وانتهى به الأمر مخنوقا قرب شجرة بينما بقي النحل حيا يرزق. التفكير المتخلف. إن السياقة أمر خطير مهما فكرت به. هنالك العديد من الحوادث على مدار يومي، وهذه الأمور تحدث عندما لا يفكر الإنسان بجدية، حتى في شيء بسيط كركن سيارة. على سبيل المثال، امرأة أسترالية تبلغ من العمر 58 عاما نسيت القيام بشيء مهم في أحد الأيام أثناء ركنها سيارتها في حظيرة السيارات، حيث انتهى بها الأمر بخسارة شيء ذو قيمة وهو حياتها. حدث الأمر كله عندما أوقفت هذه السيدة سيارتها في طريقها إلى متجر البقالة لتتفقد ما إن وضعت أكياس التسوق في صندوق السيارة، لأنها تستعمل هذه الأكياس كثيرا للحفاظ على البيئة. فتوجهت نحو الصندوق وقامت بفتحه، وكان هذا الخطأ الذي أخذ بحياتها، حيث لم تكن السيارة مركونة، وفور فتحها للصندوق تراجعت السيارة للخلف وأسقطتها أرضا ومشت فوقها، وتوفيت المرأة التي لم تتوقع أن يومها سيمضي هكذا. Game Over. يعتقد البعض أن ألعاب الفيديو لديها خصائص إدمانية لدرجة أنه يمضي بعض محبي الألعاب ساعات في لعب لعبتهم المفضلة. بالطبع هذا الأمر يطبق على أولئك الأشخاص المهووسين بالفعل بالألعاب. يعتبر في كوريا الجنوبية أن لعبة ألعاب الفيديو نمط حياة، وكان السيد لي يحاول تجسيد هذا النمط حرفيا،
حيث قرر الجلوس واللعب لخمسين ساعة متواصلة بدون أكل أو نوم أو الاهتمام بجسده. ببساطة الفعل الوحيد الذي كان يقوم به باستثناء اللعب هو الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته التي لم يعد بإمكانه إمساكها مدة أطول. بعد قضاء هذه المدة دون الاهتمام بجسده مات الرجل، وشخص الأطباء سبب في خليط بين فشل قلبي وتعب كبير اللذين كان من السهل تجنبهما فقط لو قام ببضعة الأعمال الطبيعية كالنوم حتى لساعات قليلة فقط وأكل شيء بسيط بين ساعات اللعب، لكنه مات بسبب نمط حياة غير منظم للجميع. مصري خلافة أو الأفا لامبس. هناك العديد من الطرق لتزيين ورفنا، لكن مصابيح خلافة أو الأفا لامبس أكثرها شهرة بين الناس، لكن هنالك قواعد يجب اتباعها بعد شرائك لهذه المصابيح حدة فئتها. من أهم هذه القواعد هي أن هذه العملية يجب أن تسري ببطء وصبر، لكن فيليب لم يرد اتباع هذه القاعدة وأراد أن يحصل على مصباحه في أقرب وقت ممكن، لذا قرر أن يضع مصباح خلافة ويرقد حتى يسخن المصباح بسرعة. ولقد تم تحذيره من القيام بهذه العملية بالفعل في علبة المصباح، وبعد لحظات قليلة انفجر المصباح من الضغط وتنشرت قطع الزجاج في كل مكان، أدى ذلك إلى موت فيليب مباشرة. ولقد جرب مقدم برامج مدمن الخرافات تسخين اللمبة لافا وبالفعل انفجرت، ولكن يبدو أن فيليب أراد أن يتأكد هذا بنفسه وانتهى به الأمر ميتا. هل سمعت شيئا؟ الموت بسبب أشياء قادمة من السماء ليس بشيء جديد، ولكن الموت بسبب طائرة مروحية دون أن تدرك ذلك فهو شيء غريب بعض الشيء. هذا ما حدث لطالب كولومبي، ولكن كيف حدث ذلك؟ كيف لم يرى أو يسمع الطائرة قادمة نحوه؟ الإجابة بسيطة، قد يكون الفتى يمشي في الاتجاه الذي لا يواجه الطائرة فيه، وقد يكون الفتى يضع سماعات على رأسه ويستمع لشيء ما بصوت عالي لدرجة أنه لم يعد بإمكانه سماع العالم الخارجي، وهذا ما تم إثباته لاحقا من قبل بعض الشهود. وهكذا صدمت المروحية بالفتى ومات، ومات معه طاقم المروحية، وتم تسهيل الحادثة على أنها غريبة جدا. حملة تنظيف. قد تكون المداخن في عصرنا الحالي موضة قديمة وتم استبدالها بأجهزة تكييف إلكترونية حديثة، كما أن المداخن تكلف جهدا في تنظيفها، وإن لم تنظفها فقد تسبب احتراق المنزل. كان ماركو يمتلك مدخنة في منزله وكان ينظفها بانتظام بواسطة مكنسة، لكنه أدرك أن هذا لا يعمل جيدا، لذا قرر استعمال سلسلة وزون حتى يتمكن من تنظيف المدخنة بدون تعب. ولكنه بكل غباء قرر أن يستعمل قنبلة يدوية كوزن لتنظيف المدخنة، وحتى لا تسقط القنبلة قام بربطها جيدا بالسلسلة وبدأ بعملية التنظيف. لكن فورا أن لامست القنبلة النار انفجرت ومات معها ماركو. مواجهة الهواء. يستعمل بعض راكبي الأمواج مظلات للركوب الأمواج، وقد يبدو الأمر سهلا وممتعا، لكن الأمر يتطلب قوة وخبرة كبيرة، لأنه قد يسحبك الهواء معه وينتهي بك الأمر في مكان آخر. وهذا ما حدث لإدريون مونوير الذي قرر أن يجازف بحياته في يوم عاصفة رغم تحذير السلطات من البقاء بعيدا عن المحيط. بينما يركب إدريون الأمواج قامت إحدى نسمات الهواء القوية بأخذه من على البحر والرمي به بعيدا إلى البر، حيث سقط على العديد من المباني من بينها فندق، وأخيرا عندما انفصل عن مظلته سقط على الأرض ميتا على ارتفاع 15 مترا. كان من السهل تجنب هذا الموت المريع لو أن إدريون استمع للسلطات ولم يجازف بحياته بسبب شغفه بهذه الرياضة. البقاء في العربة. من بين قواعد السفاري وخاصة في الأماكن التي تعرف بالحيوانات المفترسة الكبيرة، إنه يجب على الزوار عدم الترجل من العربة إلا بموافقة المرشد، وهذا لأمن الركاب وأمن الحيوانات أيضا. لكن زوجين كبيرين ألمانيين في إحدى السفاري لم يحترم القواعد وقرر الترجل والتجول في المنطقة رغم وجود إشارات تحذير في كل مكان، وفور ترجلهما من العربة تقدمت نحوهم مجموعة من النمور
وابتلستهما الاثنان. لم يصرح المنتزه الكثير من المعلومات حيال الحادث، لكنه كان من الواضح أنهما لم يتبعا القواعد الأمنية، مما أدى إلى خسارة حياتهما. هذا كل شيء أصدقائي الأعزاء. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. نراكم بالفيديو المقبل.